رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة بن شعبة فسأله عن سبب هرولته. قدم وفد من ثقيف وأعلم أن رسول الله ينتظر بيعتهم. قال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة: أقسمت عليك يا أخي لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا مبشرة. لك ما تريد يا أبا بكر. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد حتى يسمعوا القرآن الكريم ويروا المسلمين وهم يصلون، وكانت ضيافتهم على رسول الله، وكان عثمان بن أبي العاص من بينهم أكثرهم حرصاً على التفقه في الدين.